درجة رافع الأهات يا نبع السخر طالع في العتبات يا شمس الرجاء رافع الأهات يا نبع السخر يا رايح الموت راضي بالفداء يا من أول صوت لبيت النداء يا ويل يا قلب لا تبقى خايف من الزمان واللي بحب بيرضى وبيلاقي الأمان يا قلب لا تبقى خايف من الزمان واللي بحب بيرضى وبيلاقي الأمان إيه هذا دربي وشرايين قلبي عم ترسم خلاص جاي لكل الناس يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرف يا ابني الشغلة هي مولة. لكن لمين؟ انت تعبت ودرست وتعبت رجليك من الروحة على المدرسة والجاية من المدرسة. حرام تشتغل الشغلة اللي بيقدر يساويها اي انسان. لكن انا شو بدي اشتغل يا بي؟ تعال عود شوي. يا نايف يا نايف برضاي عليك بدي اطلب منك طلب بس ما تخيبني. انت بتأمر امر يا بي. بعرفك طول عمرك رجال وعند كلمتك. جوز خالتك الاغا بده يسعالك انك تشتغل بالسرايا. بالسرايا؟ مع الفرنساوي؟ لا يا نايف مو عند الفرنساوي. بعدين لازم تعرف انه في اكتر من 1000 واحد مستعدين يبوسوا الايدين والرجلين لحتى يشتغلوا بهيك شغلي. اسمع كلمة ابوك يا نايف. نحن يا ابني ما مرد لك إلا كل خير. أنت رجال شهم وإذا فيك تشتغل وتمنع الأذى عن الناس شو فيها؟ بس أنا جاوبني على سؤالي. كلامك مزبوط يا بي بس أنا أنت شو محسب؟ إنه الفرنساوي رح يخلد بهالبلد؟ فشروا بدهم يروحوا مثل ما راحوا اللي قبلهم. من شان هيك ولحتى يروحوا لازم كل واحد منا يشتغل شغله مزبوط. قوم الله يرضى عليك روح غسل والبس الطقم اللي اعطاك اياه عمك عبد الباسط وروح زوره. طيب يا بي على القليل خليني افكر. يا ابني شغله ما بدها تفكير. انت رح تمنع الاذى عن الناس. بتعرف شو عاملين هلا؟ حاطين حارس فرنساوي تحت الساريه. حاجتك بقى اذا بدهم يحطوا على كل علم حارس شوج تيمور لانغ ما بتكفيه. يعني مالك مصدق؟ طيب بتراهن؟ خلصنا بقى حل عن الرجال مثل ما بدك حارس حارس. هل هو بوسيسيون دارم؟ شو بده هاد؟ بجوز بده سم الهاري. نو ما عنا ارم فوزي بيستولي. العمى قصده سلاح. نو ما عنا بنوب ما عنا بنوب. توا لا تبوستي لبا مو ليوتنا. Я вам под...
temps avec ces sauvages. Allez. تعرفوا يا جماعة هذا شغل ناس خايفين، شو بيطالعهم بهالليالي وبهالعداد؟ يخرب بيته اللي لسه ما صار شيء لحتى يخافوا. بس هنن عرفانين انه في شيء رح يصير. يا درغام هلا صعب نأمن شيء. حملة الفرنساوي على سلاح حملة مجنونة. أراضي البيوت عم ينكشوها. لهيك صار حق البارودة ضعفين. ويلي عم يشتري بارودة عم يخبيها بمحل الجن الأزرق ما بيعرفوا. أنا فهمان عليك يا عبد الستار. بس كل اللي عنا بارودتين ثلاثة عتق وما لهم فشك. خود هدول. شو عم تحكي؟ هدول دبروا حالكم فيهم عن طريق المهربين. ما عارف شو بدي اقول. لا تقول شيء. اللي بيناتنا اهم من مال الدنيا كلها. انا مالي عرفان كيف بدي اتشكرك يا عبد الستار. لا تتشكرني، شكرك الي لما بتوصلني اخباركم الحلوه. شوفي شوفي السلطات الجديده عم تجمع الغرامات. انو غرامات؟ هات حملة الجيش الفرنسي. أنا شو دخلني بالجيش الفرنسي؟ أنا شو دخلني؟ هاي الفرنساوية تبع من تبيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. خروف؟ وينك دين خروف؟ خروف؟ شو؟ كلمة مختار؟ أنا ما دخلني، هذا الصادر عمي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Présence d'une belle femme, je n'ai pas besoin de toi. Trocas de Jade. Thank you.
لما دخل العدو كفر تخاريم تفرقوا أهله، شي طلعوا بالجبال وشي راحوا بالوديان. جمعهم نجيب عويد وقال لهم بدنا جماعة يضحوا بنفسهم في سبيل الله مشان الأطفال والنساء، وهيك الكل قالوا حاضرين وبلطوا السيرة، فروا من البلد مثل الفيران وتركوا وراهم فوق 130 قتيل. ونحن وانتو ان شاء الله ما بنقصر، وانا رح دلك على واحد ابا باي وان شاء الله ما برد لك طلب. تسلم يا ابو صخر. اسمح لي اقدم لك الهدية، خنجر، وكنت بتمنى اقدر اقدم لك رشاش. الله يسلم ايديك يا اخي، ما بعرف شو بدي رد لك بهدية تانية. هديتك الكبيرة لما بنخلص من الفرنساوي. غمرتونا بلطفكم يا جماعة، ولا تركلوا هم، ان شاء الله رح تسمعوا اخبارنا مثل ما سمعتونا اخبار كفر تخاريم. شكرا مسيو كوماندان، وارجو ان اكون عن حسن ظنك. Et vous remercie pour cette confiance monsieur le commandant. Je vois que vous avez tout préparé monsieur. ساعات الكوماندون شايف انه انت عديت كل شيء. فهموا، انا لا يمكن اني نام اذا كان عندي شغل، وهي قائمه المجلس. Bien sûr monsieur le commandant. Il connaît bien son métier. كنت لازم تكتبها بالفرنسيه يا اغا. كنت مستعجل كتبتها بالعربي، بعدين هي فكره افندي بترجم له اياها. سياده الكوماندان سعيد كثير بالتعامل معكم، ورايد يبدا عملكم مع الحكومه الجديده بهال. باروده ومطلقه من كل بيت؟ هذا قرار حكومتكم الجديده يا سليم اغا، وعم يتطبق هلا بالعاصمه. بالعاصمه معقول، اما هون لا يمكن تجمع 100 طلقه وباروده. لا ديسيزيون كونسيرن لا سيري توت انتيير مسيو. القرار ما استثنى ولا متر واحد من الاراضي السوريه. Estimez-vous heureux que nous ne vous fassions pas payer l'insulte faite à notre drapeau. ولازم تشكر الله لانه ما فرضنا غرامه للاهانه اللي لحقت علم بلادنا. أنا درغام يا أم محمود. درغام؟ قلت لحالي ما حدا بيجي بالليل وبيستفقد الناس غيرك. شو بدنا نساوي؟ بالنهار بالشغل وبالورشة وبالليل بنستفقد العالم. قالت لي شفيقة أنك كنت برات البلد، خير؟ كان في ناس لازم شوفهم، هلا المهم طمنيني شو أخبار البلد. الفرنساوية عايشين هوشة مو بالعقل، عم يفوتوا على هالبيوت يفتشوها ويصادروا كل شي بيلاقوه بوشهم، قال بدهم بواريد ومصاري. فتشوا كل بيوت الضيعة؟ فتشوها كلها. بيت شفيقة فتشو، بس لا تخاف ما حدا قدر يتعرض له. انت كمان يا ام محمود لازم تديري بالك على حالك، ممكن باي لحظة يتعرضوا لك ويؤذوكي. لا تخاف علي، انا قد حالي. هاي الشغلة ما فيها مزح. وانا ما عم بمزح. تعرف يا درغام، اوقات بفيق بالليل خايفة ما بعرف ليش، يمكن انا عكسك، انت بتحب الليل وانا بخاف منه. بتعرفي يا ام محمود ليش انا بحب الليل؟ بالليل بيصفى الذهن، صعيب يكون عتم كتير، بس انا بشوف اكتر. ما عم بفهم عليك بس كلامك حلو. احلى شي بالليل يا ام محمود انه دائما في وراء ضوء. معك حق. المهم اختي ام محمود، انا بزماني تركت عندك عباية وشوية اواعي، لساتهم موجودين. ايه لك هدول امانة يا درغام. جيبي لي اياهم، بدي اياهم شوي. وانت كمان دير بالك على حالك. اخذوا سجادة جدي يا امي. لا تزعلي يا شفيقة، كانت مهرية وخربانة بس كانت احلى سجادة شفتها بحياتي. معلوم يا امي، معلوم احلى سجادة شفتيها بحياتي، لأنه بعمرك مشافي غير البسط. خلص يا أمي، أنا من يوم رايح ما رح ساوي غير السجاد. بالله
ومنموت من جوانا. ليش السجاد ما بينباع؟ مين بده يشتري يا شفية؟ أبو نايف ولا أبو بسطة ولا أبو يا أمي هدول بهديون السجاد والبيع للأغوات والبكوات بس. شفية فوتي نامي يلا. تسلم لي على الكومندان وتقول له هذا مو رقص هي حنجرة. Je ne pense pas que nous puissions parler d'un simple accident. Enfin, restons optimistes et passons outre. Espérons que la saisie des armes et des taxes nous permettra de découvrir le voleur du fusil. عم بيقول ممكن نعتبره حادث عابر راح يكون متفائل ويتجاوز لوقت آخر. وبنفس الوقت بيتمنى انه حملة جمع الأسلحة يقبضوا على سارق البندقية. انا حابب أكد للسيد الكوماندان عن التفاؤل اللي تفضل فيه. يعني لو كانت الحادثة حادثة سياسية كان الحرامي قتل الجندي واخذ الباروده. انا اعتقد انه العملية لا تتعدى كونها انه الحرامي طمع بالباروده لحتى يبيعها ويسدد ثمنها الغرامة اللي فرضتوها حضرتكم. À propos, je demanderai à monsieur le président du conseil de prouver qu'il est un citoyen honnête et de nous livrer ses armes ainsi que celles de ses hommes. بالمناسبة بيتمنى سيادة الكوماندون انه يكون السيد سليم آغا مثال المواطن الجيد وانه يتبرع بالسلاح عن بيته وعن اهله وعن رجاله واذا ما بيحسن يدفع مبلغ تعويضي. انا oui et vous tous. Le principe majeur de notre État est de soumettre tout le monde à la même loi. بس أنا رجالي جاهزين لمساعدتكم بأي وقت. Mais mes hommes sont tous à vos ordres, mon commandant. Je vous demanderai tout de même de vous assurer de vos hommes, monsieur. Je ne fais pas confiance à un civil armé. Quand commencez-vous l'opération? Nous attendons vos ordres, mon commandant. Je pense que le voleur a déjà dû cacher le fusil. Quand il sera assuré que nous ne nous vengerons pas, vous ferez le nécessaire. حزناني وعم تجيب لي قماش احمر. لايمتى الحزن يا شفية؟ درغام انت اكتر واحد بتعرف شو معنى كلمة الشرف، وانت اكتر واحدة بالدنيا بتعرف انه كلمتك يعني كلمتنا سوا. هلا قلي كيف سفرتك وشو الاخبار؟ بتعرفي لما الواحد بيطلع على الدنيا بصيبه الغم، بس لما بيسمع الناس ويشوف شو عم يصير بالخفا بيفرفي حاله. تذكري لما قلت لك انه المشوار صعب؟ ما بعرف هالمره لما شفت كثير من الناس الشرفاء حسيت انه المشوار اسهل بكثير. يعطينا خير هالعجقة. خير شو في؟ بدنا نجمع الأسلحة من الأهالي. ها؟ ويعني أنت مبسوط مو هيك؟ إيش؟ لك يا عمي أنا شو دخلني؟ المهم عايشين مستورين وبس. سكرك أبو ملعون يفك حنكك. صباح الخير أبو سليم. أهلين. والله شايف لك الساحة صارت سكنة. وما عاد حدا استرجع يحلي. إيه بسيطة. اشتري لك شي بدل وحط علي عدة نحلاق أو دور مثلي. نعيمان. والدكان والعدة والمراية الفلمنكية. لا يكون لك فكري، أنا بجيب لك مراية صغيرة شغل القدس ومصدفة كمان منيحة. يا لك يا أبو بسطة فايق ورايق.
اخ يا صاحبي اخ، ماني عارفه شو بدي اقول لك. ما صدقني على حالنا امتى خلصنا من العصبلي والسفاح والسبربر واز بيجينا قلعن واداء رقبه. شوفه شوفه ابو بصفه. وانت يا ابو سالم، بكره كل واحد منكم بيجيب باروده وميت فشخه، مفهوم؟ صدقيني يا اختي ما بعرف، كتير متحير بهالموضوع. من جهه حابب اشتغل وفيد البلد واهلها، من جهه تانية مالي قدران اتصور حالي عم بشتغل تحت ايد الفرنساوي. ليش مو كلياتنا قاعدين تحت ايد الفرنساوي؟ شوف شو عم يساووا فينا. قدرنا نقول لهم لا؟ اذا ما قدرنا نقول لهم لا ما بنشتغل تحت ايديهم. لا نايف، مو هيك قصدي. انت بمين تثق؟ بالحكيم عمر. ومين كمان؟ الشيخ بشير. في حدا تاني؟ طبعا درغام. معناتها بتاخد رأي الشيخ بشير والحكيم عمر ودرغام وبعدين بتحكم عقلك وعقل اختي فوزية. نايف، انت لازم تعلم القراية والكتابة لأهل البلد وتضيع اللي جنبنا. انا بدي اعلمهم مو بس القراية والكتابة، انا بدي اعلمهم شغلات تانية، بس خايف الفرنساوي يوقف يوشي. لازم تحاول وان شاء الله رح تنجح. أهلاً بن معروف. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خير أخي درغام، ليش طلبتني بالنهار؟ كان بدي أسألك إذا فيك تأمل لي فشك للبارودة الفرنساوي. مثل هاي؟ إيه مثل هاي. على راسي، قديش بدك؟ كتير؟ قد ما بتقدر. وإذا كمان في حواليك حدا يدبر لنا سلاح. فيه وبعرف. مندبر سلاح مثل ما أنا دبرت هاي. لا انا مو قصدي بوريد، انا قصدي رشاشات وقنابل. اخي درغام هاد بده هجوم كبير. طيب شو رايك نعمل هجوم كبير انا وياك؟ بس انا ما عندي رجال هون. وانا كمان لهلا ما عندي رجال، انا وياك منكفي. يا اخي موافق، بس يعني لو دوريه، مخفر صغير، سياره، وارد. يا ابن معروف الدوريه ما بتحمل رشاشات والمخفر بيتحصنوا فيه، معناتها ما في قدامنا الا السياره. سيارة سيارة. بس شلون نتأكد انه فيها رشاشات؟ ونحاول. بلاقيك بالغابة بالليل. خاطرك. ابن معروف، ارجع من نفس الطريق. الله معك. خاطرك. مع السلامة. يا عم بقول لك منيح، يعطيك العافية. شو؟ من إمتى حضرتك صرت تحكي فرنساوي؟ أنا؟ ليش ما بتتذكر لما بعتوني على بيروت وقعد 6 شهور؟ اللي بتذكره إنك كنت تحكي تركي. درغام، خلينا تمام، أنا لا بدي أذيك ولا تأذيني، مثل ما اتفقنا. نحن اتفقنا لما كنت عريف بالجيش، بس أنت يلا عريف بالدرك وعند الفرنساوي. درغام، عندك سلاح وميت فشك يعطينا، ما عندك اعطيني عشيرات. انت بتعرف انه ما خليته ولا قطعه سلاح بالمنطقه كلها، وبتعرف كمان انه انا ما عندي سلاح رغم اني بحاجته مشان دافع عن نفسي ضد الضباع والديابه. الدافع عن نفسك؟ انا لو كنت ديب بخاف منك. اسمعوا، لا
تسحب هالخنزير وبتتيسروا من هون، وإلا بكسر الورشة على رأسك انت وياه. فمد يا ابو طلال، اوامر الحكومه باروده و100 فشكه، يا بتعطينا اياهم يا بتدفع لنا حقهم. عندي جفت بينفع؟ هاتوا لشوف. هاي الجفت يا مختار، بس اخس عليك. بدك تدفع حق 100 فشكه. ليش يا اخي؟ هيك هيك اوامر الحكومه، بدك تدفع حقهم يعني بدك تدفع حقهم. Thank you.
بتعرفوا قديش بأمن بعبدو، قاعد بالبيت وبيعرف كل شيء، بس في شغلات لازم ما يعرفها. أنا جبتكم لهون لأنكم أولادي، وبدي إياكم تعرفوا شو عنا وشو إلنا. شيل الكركبة يلا. هذا في من بارودة الصيد المسح للرشاشة بالدولاب. ومنين كل هالسلاح؟ لك يا ابني هذا السلاح ما انجمع لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة. شيء اجى ببلاش، شيء دفعنا حقه نص كيس طحين، شيء نص مجيدي. انتو بتعرفوا هلا قديش طالبين تمن للبارودة؟ 10 ليرات اغا. فهمت ليش سامح اغا؟ يعني هلا اجى وقته. لك يا ابني انا ما جمعت هالسلاح هذا لحتى احارب فيه. انا جمعته لتاجر وبربح فيه. بتعرف اغا، كل يوم عم تكبر بنظري اكثر واكثر، وعم حسك اكبر من كل هالناس هي. في شغله كثير مهمه لازم تعرفوها، بهالدنيا ما في حل وسط، يا غالب يا مغلوب، وانا ما بقبل على نفسي اكون مغلوب. أنا برأيي تروح على مصر تتعلم الموسيقى هنيك. يا سيدي أنا لو كنت محلك لا كنت درست موسيقى ولا شيء، كنت نزلت على زحلة وغنيت بقهوة أبو الياس. ما رح تزبط، لا شغلة الدراسة ولا شغلة القهوة، لأنه سليم آغا رافض فكرة الموسيقى من أساسها، وبده ياني صلح بيت جدي واتجوز، بعد كل هدول بحق لي ساوي اللي بدي إياه. إيه أنا عندي حل، أنا بصلح بيت جدك ونايف بتجوز عنك، وأنت روح دروس. ليلى، أقول لك رح أجيب العرسان؟ وليش عم تفكري بالعرسان من هلا؟ ليش لا؟ وانت كمان لازم تفكري. ليش هيك عم تحكي سلمى؟ ما بحبك لما بتحكي هيك. يا جد ما في غيرنا بنات تنتين بهالبلد، مشان ناخذ احسن شباب. تنتين؟ ايه. شو نسيتي شفيقة وفوزية؟ قصدي بنات اغا. اه. وما في غير اثنين اولاد اغا بالبلد. شو بدك يعني فكر بسامح اغا سلمى خانو؟ ليش ليلى خانو؟ سامح ما في احسن منه غير اخو رابح. بس انا ما بحب اولاد الاغا. يعني ما بدي اتجوز ابن اغا. مساء الخير يا شباب. اهلين وسهلا. اهلا. لا تاخذوني، الكوموندان منع التجمع بالليل، فاذا امرتوا تفضلوا على بيوتكم. هلا شوي تاني الشباب بدهم يمشوا. إذا بتريدوا تفضلوا امشوا قدامي. انت بدك تحمينا ولا بدك تحرسنا؟ ما عندي وقت اخذ واعطي معك بالكلام. انا عم بحكي لصالحكم. تصطفلوا. انا بتسمحوا لي. جاي معك. يلا خاطرك. مع السلامة. كل يوم سيارة الدورية بتمرق بهالوقت. يلا يلا. Thank you.
السيارة طلع ما فيها رشاش. بس راحوا اثنين. الرشاش أهم. بوعدك يا درغام إني أهديك واحد. باطل يا أبو معروف. ما حدا رح يأمن الرشاش غيرنا. بس المهم لازم تجمع لك شوية رجال. هاي شغلة سهلة. المضايات كتار. بس المهم نأمن كل شيء. طيب. أنا رح روح. وبتسمع أخباري. وأنت كمان رح تسمع أخباري. وإذا بدك أي شيء يا درغام. أنا وجماعتي تحت أمرك. تسلم يا أبو معروف. بس المهم فهمناهم إنه نحن موجودين. خاطرك. الله معك. دير بالك. Une fois, il faut garder son sang-froid et faire peur à la population par une série de mesures. Vous pensez qu'ils sont du village ? Je ne pense pas, mon commandant. L'attaque a eu lieu à plusieurs kilomètres et nous avons établi tout de suite des barrages autour du village. Personne n'a pu entrer. Admettons. Je veux que vous formiez un groupe d'intervention très mobile. Il faut montrer un peu de fermeté dans les villages environnants. Faites-le sous prétexte de saisie de taxes ou d'argent. Et n'hésitez pas à procéder à quelques exécutions avec la collaboration des pouvoirs locaux. Il faut les impliquer dans cette affaire. Caporal, vous poursuivrez la saisie des armes. Mais faites-le plutôt la nuit, c'est plus efficace. Mettez les gendarmes locaux en première ligne et n'intervenez que si vous les voyez faiblir ou hésiter. Vous pouvez partir. À vos ordres. Moi aussi, mon commandant. Attendez un peu. Je veux que vous arrêtiez des hommes dans chaque village et que vous les teniez prisonniers jusqu'à ce que leur famille ramène de l'argent ou des armes. Je ne tiendrai pas compte des événements d'hier. Je veux que vous récoltiez des informations sur tous ceux qui ont résisté aux Turcs et qui les ont fui dans les montagnes. Allons-nous les enrôler, mon commandant ? Vous comprenez de moins en moins la politique de la France, lieutenant. Et moi, je fais de plus en plus office d'homme politique. Si vous n'étiez qu'un soldat, je vous dirais tout simplement d'obéir à mes ordres. Mais vous êtes un officier. Et un officier turbulent. Faites un peu fonctionner votre tête, lieutenant ! Mais mon commandant, je... Taisez-vous ! J'espère que vous ne trahirez pas la confiance que j'ai placée en vous. Et laissez-moi vous dire deux choses. La première est que nous sommes venus ici pour y rester. Au moins aussi longtemps que nos alliés anglais en Inde. Et la deuxième est que vous purgez une peine chez moi. Alors ne faites plus d'erreur. يا درغام ليش أهل الضيعة بيخبوك؟ مو الكل يا أم محمود، مو الكل. لا الكل، لأنك شهم وكريم وابن أصل. هذا من طيبك يا أم صالح. صالح كيفه؟ كثير منيح. درغام، كنت حابة أحكي معك بموضوع. تفضل. حابة أبعت صالح لعندك ليتعلم مصلحة الفخار منك. تكرم عينك يا أم صالح. أنا مستعد أعلمه بعيوني. صالح مثل ابني. تسلم يا درغام، تسلم. شوف يا أم صالح، قلت لك درغام ما بيرد طلب الخير. رح روح خبر صالح. أكيد رح يطير عقله من الفرح. خاطرك. مع السلامة. خاطرك درغام. الله معي. مرحبا عمي أبو بسطة. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. يا هلا. أنا بدي أبر خياطة. يا على عيني. شو يا أبو بسطة؟ شايف تجارتك ربحانة؟ تجارتي مو هون يا باشا. لكن وين؟ على الطرقات وبين القرى. شو
شوف شو بدهم الصبايا وخليه على حسابي. لا وفد معنا تمام. عمي ابو بسطة نحن رايحين نرجع بعدين. خاطرك عمي. الله معكم الله معكم يا بنتي. يا ابو بسطة عندك عطيس؟ ما بتعاطى فيه. بكره بتجيب عطيس فهمت؟ قلت لك ما بتعاطى فيه. صحيح ابو بسطة انت ما نفذت اوامر السلطات. وين البارودة والفشار؟ هلا ما لقيت حدا غيري تطلب منه بارودة. بكره بدك تعطسهم العطيس البارودة فهمت؟ معناته انا بدي بيع كل بضاعتي لحتى اشتري لك بارودة. البارودة للدولة مو للعريف. إيه مالك شايفه كيف أميات اللي عليها كأنه ألو؟ أبو بسطة؟ نعم. بدي أسألك سؤال. شفيقة شو رأيك فيها؟ شفيقة ملكة بكل شيء، بالأخلاق والسلوك والتربية، وفوق كل هاد هي أحسن مين سوى بسط بكل هالمنطقة. ما فهمت علي. فهمت عليك فكرة أفندي، فهمت عليك. منشان هيك عم قلك ما في من أخلاقها. Restez, Fikrat, s'il vous plaît. Traduisez-moi ce que dit ce monsieur. لو كان للشجر تم بيحكي كان رواق العجائب عن سليم أغا وخاصة لما بيكون نور هون. Alors le président du conseil est un don juan. عم بيقول انه رئيس المجلس دون جوان كمان. ايه دون جوان بس خطيرنا شوي. Et où sont les gitans maintenant? وين الغجر هلا؟ راحوا قبل ما تجوا بيومين. Ils étaient là deux jours avant notre arrivée. J'aimerais beaucoup les voir la prochaine fois. سأل لي على الكوماندان. موافق على اقتراحي مشان شبان البلد من أبناء الأعيان. أنا سألته من قبل وهو موافق. موافق؟ كيف عبد الباسط آغا؟ هي ابنك راح يروح لفرنسا ويرجع ضابط. وابن أبو نايف نايف رح يصير موظف كبير بالسرايا. بس العطرة علي أنا شو ساوي بابني؟ أنت خالد؟ إيه أنا مبروك.
راح تدرس بكلية الجندار في باريس. روح يا عمي، ما حدا قدك، انت اطلع على باريس ونحن قاعدين هون. اللي عنده هيك اراضي وهيك قصور وهيك املاك ما بيحكي هيك حكي سامح اغر. يا جماعه انا قلت لكم قبل هلا انه ما بدنا مصاري. بس هدول المصاري النسوان تبرعوا فيهم، حتى سالم محمود. صحيح درغام، لما رحنا انا وشفيقه لعند ليلى دغري شلحت اساورها بدون ما تحكي شيء. صحيح شفيقه؟ ايه صحيح. بقى من شاء الله درغام، خد المصاري ووصلهم للشباب. بكفي انه الفرنساوي عم ينهب العالم والاغا عم يشغلهم ببلاش، كمان نحن ناخذ منهم مصاري. يا درغام، يلي عم ناخذ منهم المصاري من الميسورين، المهم انه نخلصهم من. لا تكلوا هم، مثل ما خلصنا من العصملي راح نخلص من الفرنساوي ان شاء الله. المشكله انهم قوايا ومسلحين. يا شفيقه، كل ما كان عدوك اقوى كل ما كان انتصارك له معنى اكبر. يعني ما عندك سلاح؟ منين بدي اجيب لك سلاح؟ لو كان عندي سلاح كنت بعته طعميته صغار. يا بتجيب سلاح يا بتجيب مصاري، فهمت؟ بدي لك على المرأة يا كلب. لا بدك على الفرنساوي. لا ما بسمح لحدا يمد ايده على ارضي. خلك الدولة اللي عندك. لخوتي لك وين اخذيني يا ولدي للحرام؟ يا كلب لك يا انتان الى على فوقكم. لك وين اخذينه الى على فوقكم. خايف من الزمان واللي بحب بيرضى وبيلاقي الأمان. يا قلب لا تبقى خايف من الزمان واللي بحب بيرضى وبيلاقي الأمان. إيه هذا دربي والشرايين قلبي عم ترسم خلاص.